Morning, sir. How are you? Hey, yo, fuck you. What? تعال تعال يا ابو عقل المديرك ابو عقل انا انت يرد انت كل يومين بسوي مشكله في المدرسه اه انت ما حد مكيفك انت اقول له جيت لي بكره غير معاك ولي امرك فاهم يا ابو عقل حفظك يا كلب ابو عقل المدارس خلت الواحد حايس اعرف كيف الانسان معاها عايش من جد كل شي في المدرسه خايس خراب وصاخه زي ما انت شايف كل شي في المدرسه جربان طاولة مكسرة والمكيف خربان والحرامات كلها الله يكرمك زقان والله تقول عايش في زريبة خربان كل ايام الدراسة الواحد فيها زهقان يوم الربوع فلة والجمعة طفشان وفي الصبح يوم يقوم سكران وفي الصرف النوم يطير وتلاقيه فرحان والمقصف والله شيء مو معقول تشتري من عنده حالة تسمم على طول ما تقوم المقصف تقول قفص مسكون موظف الا في واحد هندي والمجنون يلعب ام الدراسة خبطنا فيها تخبيط وكل اختباراتهم كلها مبنية على التعقيد وفي الورقة الشغالة تكتب في الخرابيط لما تسأل الاستاذ اي سؤال يقول لك كل شيء فيه بسيط يلعب ام الدراسة خبطنا فيها تخبيط وكل اختباراتهم كلها مبنية على التعقيد وفي الورقة الشغالة تكتب في الخرابيط لما تسأل الاستاذ اي سؤال يقول لك كل شيء فيه بسيط نجي للمدير مدمن الفطير دايما يصرخ زي البعير ماسك لك صبح والله تقول جنزير نفسك من جد فجره تفجير يلعب وش مع الحمار والله تقول خنزير اخ لو بس تكسر راسه تكسير جالس على المكتب ومسوي امير ومدرسين وراه زي الحمير ولا لا انسى الدب الوكيل اهبل يصرخ طول النهار العن ابو شكله هذاك البرميل ما له داعي في الحياة هذا الحمار نقصوني الخولات من درجات السلوك وكل يومين يقولوا لي نادي ابوك لما تتأخر دقيقة بتمارينهم يأخروك يوقفوك نص ساعة من جد يمرمطوك يلعب ام الدراسة خبطنا فيها تخبيط وكل اختباراتهم البلوه مبنية على التعقيد وفي الورقة الشغال تكتب في الخرابيط لما تسأل الأستاذ اي سؤال يقول لك كل شي فيه بسيط يلعب ام الدراسة خبطنا فيها تخبيط وكل اختباراتهم البلوه مبنية على التعقيد وفي الورقة الشغال تكتب في الخرابيط لما تسأل الأستاذ اي سؤال يقول لك كل شي فيه بسيط اغلب المدرسين وسخين وخايسين وقليل ما تلاقي منهم طيبين يذل الطلاب والطلاب ساكتين علشان الدرجات مساكين خايفين من النادر ما تلاقي مدرس يشرح تمام اغلبهم قل ما براس امهم شرح يجيك من بيته معصب وسهران ولا يكتب في الصبورة ولا اي حرف وفي منهم من جد كلاب يحب يعقد الشي السهل تعقيد وسخين جايبين لدى المجتمع الخراب ويعاملوا الطلاب عندهم زي العبيد سووا لك رجاء اذا نسيت الواجب يفتحوا لك محضر ويجيبوا لك الصداع يا شيخ والله تحس كانك قتلك واحد ولا تقول في نفسك انه مستقبلك ضاع في النهاية احب اسلم على الجميع ومعليش يا شباب لو قصرت في الكلام وما راح اقصر في كل جديد وراح تشوف بالعطلة كيف الجنان يلعن ام الدراسة خبطنا فيها تخبيط وكل اختباراتهم الكلها مبنية على التعقيد وفي الورقة شغال تكتب في الخرابيط لما تسأل الأستاذ سؤال يقول لك كل شي فيه بسيط يلعن ام الدراسة خبطنا فيها تخبيط وكل اختباراتهم الكلها مبنية على التعقيد وفي الورقة شغال تكتب في الخرابيط لما تسأل الأستاذ سؤال يقول لك كل شي فيه بسيط يلعن ام الدراسة خبطنا فيها تخبيط وكل اختباراتهم الكلها مبنية على التعقيد وفي الورقة شغال تكتب في